السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المسمى كما أقول اسمي، أنا أقول اسمي نادر، هو اسم مستعار بالطبيعة حفاظا على سرية المعلومة وسلامتي الشخصية وسلامة أسرتي زيادة وحماية المصادر متاعي. أنا ضابط شرطة أول تابع الإدارة العامة للمصالح الاستعلامات العامة بالإدارة العامة للمصالح المختصة. نقدم شهادتي هذه لإنارة الشعب التونسي وكشف حقيقة مقتل ما يسمى عنه الشهيد شكري برايد. باش نبداو الحديث قبل الحاجة على انتماءات شكري برايد. شكري برايد القاسي والداني يعرف ولاؤه للجانب الفرنسي منذ العهد السابق، وعندي وثائق تثبت هذا، وأنا قمت شخصيا بمتابعة شكري برايد العديد من السنوات في العهد السابق، ونعرف جميع نشاطاته منذ التحاقي كضابط مساعد بجهاز أمن الدولة. بعد تم ترقيتي لضابط، وضابط أول خدمته في الاستعلامات العامة. ما عليناش، نحن اليوم كما نقولوا معركة متاع مخابرات، هذه ماهيش حاجة أخرى، معركة من أعلى المستويات. كيما نقولوا كيفاش لازم نفسروها، ثم زوز اطراف ظاهرين هما في الصراع هذا، هو الجانب الفرنسي والجانب الامريكي بالطبيعة. البقية ثم برشا دول تعناها، مش تونس بصفة خاصة، لكن نقولوا شمال افريقيا، لكن الظاهر للعيان هي حرب مخابرات ما بين الدي جي اس او اللي هي جهاز الاستخبارات الفرنسية، CIA اللي هي مكتب المخابرات الأمريكية، والام اي 6 هذا هي مكتب المخابرات البريطانية، اللي هي الأسباب راهي طول شرحها، خاطر ترجع أسباب اقتصادية وتاريخية وانتقامية زادة في بعض الأحيان. بعد الوفاق الفرنسي الأمريكي البريطاني باش يقوموا بتغيير الخارطة السياسية والاقتصادية بالبلدان العربية وقلب موازين القوة كما نقولوا، لكن الأطماع الاقتصادية والإرث التاريخي حال دون استكمال المخطط هذا، خاطر اليمين المتطرف الفرنسي أصر على الانتقام من التلميذ المدلل لفرنسا اللي هو بورقيبة. يعني الحكاية صارت عام 65، لكن بالنسبة للفرنسيس الشيء اللي عمله بورقيبة يعتبر صفعة قوية، والفرنسيس والانجليز مش هكا الناس اللي تنسى فيسع وتعدي فيسع. كما قلنا حبت تنتقل فرنسا، اليمين المتشدد برئاسة توا لوبان حب ينتقم من التلميذ المدلل، واسترجاع الهيمنة الاقتصادية والإيديولوجية والاستعمار كل شمال أفريقيا مش تونس خصيصا. بعد ما كملت كذبة الربيع العربي فرنسا قاعدة تتفرج، خاطر دخلت في الحكاية وبعد طالع روحها. فرنسا قاعدة تتفرج تستنى في النتائج اللي باش تفرزها الانتخابات، وبدأت تتدخل بشوية حتى لين طلعونا بمسرحية شكون قتل شكري، بطولة بسمة الخلفاوي، حمل همامي، الشوفير متاع شكري بالعيد، خوه واحد بركة من اخواته ومش اخواته الكل، وش بقول لكم برشا اطراف اخرين، كما نقولوا عندها انتماءات مالية. امضي دون الدخول في الكثير من التفاصيل. ومن المضحكات المبكيات استغباء الشعب التونسي بمسرحية رديئة كما هكا، ضعيفة الإخراج، سيارة إسعاف على عين المكان قبل ما يتضرب حتى كرتوشة. شكري بلعيد يسكن بجنب مساحة الفارابي يزوه الحي النصر. الشيء هذا تم بعلم العديد من المسؤولين بوزارة الداخلية،
اللي تمارس عليهم العديد من الضغوط، خصوصا بعد دخول بعد وصول السيدة العقربي لفرنسا، ومعها كنز ثمين ياسر من الوثائق والمعلومات على الضغط على المسؤولين الفاعلين في الدولة. وقد تم بالفعل تنفيذ هذه المسرحية بإتقان وتأليب الرأي العام من أجل إسقاط حكومة النهضة الموالية للأمريكان ودفع نداء تونس للوصول إلى الحكم، لكن التدخل الأمريكي البريطاني والألماني حال دون استمرار ذلك وخروج النهضة من عنق الزجاجة، لكن مع استفادة كبيرة ياسر ياسر ياسر، وش يطلوا علينا في الأيامات القادمة في الانتخابات الجاية إن شاء الله، بطل جديد منقذ البلاد بعد رشيد عمار، كذبة رشيد عمار منقذ البلاد، مش يطلعونا تو بكذبة جديدة بما إنه جربوا الكذبة الأولى مشات. رشيد عمار بكذبة بركة بارتيك اللي حطوه في مجلة، رشيد عمار ولا منقذ البلاد وهو الكل في الكل والشعب الكل يتبع في رشيد عمار. الأيام الجاية إن شاء الله باش يكون عندنا بطل جديد اللي هو اسمه سيدي رشيد حمادي جبالي. قال لي ليش نكملوا موضوعنا، سامحوني طولت عليكم شويه في المقدمه، لكن باش الناس الكل تبدا فاهم القصه من الاول. اللي خلاني نتكلم اليوم انه اتصل بيا ضابط عنده توا مده 10 ايام 9 ايام هكاك. الضابط هذا ضابط رفيع المستوى من المخابرات العسكريه الجزائريه، خدمنا مع بعضنا برشا وعن علاقة صديقة متينة وتعاملات مدة 8 سنين توا نتعاملوا مع بعضنا منذ العهد السابق حتى لليوم في العديد من المسائل. السيد هذا سيدي طلبني للا بسمة الخرفاوي، دخلت للجزائر ومتنقبة مش ليه عاملة حجاب ولونات كبيرة كحلة، الشيء اللي خلى الناس كل البوليسيه في الجزائر تشك فيها. المعلومه تناقلت حاصيله للي وصلت للسيد هذا، السيد هذا كلف مجموعه تخدم معاه باش تتبع لنا للبسمه. تواصل التحريات والمتابعه المستمره واللصيقه من طرف الضابط هذا المسؤول عن المجموعه، اكتشفنا تواجد المدعو شكري بالعيد في العاصمة الجزائرية في الجزائر في حي الأمير عبد القادر بالتحديد، هو ذا حي راقي يسكنوه صفوة المجتمع نتاع الجزائر، حي يعني ما ثراش كما نقولوا بلغتنا نحن تونس الكلب ما يدورش فيه، حي كلمة بلاصة مثالية. خاطر سي شكري بالعيد نهارة المسرحية نتاع الاغتيال نتاعو بعد ما خرج من قناة نسمة، ثم برشا كذبات يقولوا اللي هو خرج بهوية مزورة وما هوية مزورة، هذه حكاية غالطة. خاطر شكري بالعيد هذه شخصية عامة الناس الكل تعرفوا، حتى كان يبدل اسمه ولا يبدل حاجة ويخسر باسبور مضروب اي بوليس ولا اي عون ديوان يتعدى قدامه شكري بالعيد يمدلو اسمه مش عارف خميس، ظاهره الحكايه الناس كل تعرف شكري بالعيد، شكري بالعيد ماهوش نكره باش يتعدى كيكا، وان بلوس حتى كان تعدى قدام بوليس وما انتبهش في الوقت هذاك مغديك كي يسمع مسرحيه اغتيال شكري بالعيد يفهم الحكايه. لكن اللي صار انه تعدى فلاق، عدى فلاق للجزائر على ذكر حي الامير عبد القادر، هذا الحي اللي تسكن فيه عائله القذافي توا اللي رفضت الجزائر باش تراجعهم من ليبيا. المعروف ان الجزائر تتدخل ياسر في الشان الشمال الافريقي، المخابرات نتاع الجزائر تتدخل ياسر ياسر في الشان الشمال الافريقي. بعد ايش وصلت سيدي المعلومه للضابط هذا، قام برفع تقرير كما الناس الكل الرؤساء، لكن تجيه تعليمات واضحة وصريحة وصارمة بالتكتم على الموضوع وتوفى الحكاية غاديكا كما نقولوا. من بعد اتصل بي الشخص هذا، بطبيعة سرية معلومات ما نجموش ندخلوا في برشا تفاصيل، السيد هذا يملك تصاور نتاع بسمة وشكري
في الجزائر العاصمة، لكن سي شكري لابس بيروك، زعما الناس باش تضيع عليه كي يلبس بيروك. الله أعلم، ما عليناش. وقاعد يحضر سيدي في روحه باش يسافر البلد أوروبي، يا المجر يا النمسا، باش يستقر غاديك. لكن الموضوع اللي يطرح روحه اليوم، علاش وشنو هي الهدف من المسرحية ذي؟ بعد ما وصلتني المعلومة، قمت أنا وبعض الزملاء اللي نعطي فيهم الثقة، مش الزملاء الكل نعطي فيهم الثقة، سيرتو في الوقت هذا، خاطر توا ثم ناس ظهرت تنتمي للنهضة وعمرها ما كانت نهضوية، ثم ناس مهدتها النهضة، خاطر النهضة كي شد سي الباجي قايد سبشي سيب ياسر بهامة، نظف نظف نظف، لكن ما نجمش ينظف كل شيء، خلى برشا وراق وراه، وخلى برشا دوسيات وراه، اللي خلات النهضة تطيح في ذاها وتحكم بها على المسؤولين هذوما باش يتبعوها بالسيف عليهم. دونك في الحالة هذه أنا نخدم في أمن الدولة، دونك نعرف ايش قاعد صاير في الكواليس وايش قاعد يصير وراء البيبان بلغة أخرى. نحن دبة النمالة كما نقولوا نجموا نعرفوها، كي نحبوا نعرفوها نعرفوها، عندنا إمكانيات، عندنا ناس سردوي كما نقولوا في العالم نتاعنا، ناس كان كنا مستغلين قدراتنا في عهد السابق. مش ما ندخلوش بها في مواضيع اخرى. اليوم وزارة الداخلية تحب تعرف حاجة راهي تعرفها، لكن بعد المسرحية اللي عملتها فرنسا سيه نجحت هي في الحكايه اللي حابه توصلها، انها تضرب النهضه وتطلع من بعدها وراها نداء تونس. لكن الجانب الامريكي والجانب البريطاني عندهم ماكور من الاول، ما تجينيش اليوم تقلب عليا الفيستا، احنا تفهمنا خبزة الجاتو باش نقصوها تال 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 تال، ما تجيش اليوم تقلب عليا الفيستا. وذاك اللي صار، فرنسا حابه تلعب وحدها، يا اخي دخلت امريكا وبريطانيا وقفوها عند حدها. معليش يا سيدي، قلت لك باش نكملوا نحن انا ومجموعه من الضباط اللي نعرفوا بعضنا وخدمنا مع بعضنا لسنين، قلنا انا الناس توا النهر اش قاعده تعمل؟ قاعده تنفذ في الاجنده المسطره بالمسبق نتاع الغرب للسيطرة على كامل شمال افريقيا، تقاسم الغنيمة. لكن كما نقولوا الطمع هو اللي دخل في صراعات ما فيش يستفيد منها حتى حد، بالعكس تزيد ضر تونس بار اكزومبل، خاطر الشيء هذا ديجا امريكا عملته قبل في الجزائر، وطلعت لهم بحكاية القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي والقاعدة ودرشنية وكذبة الامريكان والارهاب، سيطرت على الجزائر بالكذبة هذه بالإرهاب، اللي ركعت الجزائر سواء الحرب الأهلية سواء جي معايا حاربت الجزائر، لكن في الأخير ما لقاتش، خاطر ما تنجمش تقاومهم لوجستيا قويين برشا، القاعدة راهو مالين قويين ياسر. يقول القائل ناس قاعدة في الصحراء، منين جاتها الفلوس باش تستقطب العباد، ومنين جاتها الفلوس باش تشري سلاح، ومنين جاتها الفلوس باش تشري العتاد؟ دي كات فوكات، اقل كات فوكات تسوى 40,000 أورو، هما عندهم بالمئات. الكلاشنيكوف تسوى اقل حاجه 150 أورو، بالالاف عندهم. منين جات؟ ناس عايشه في الصحراء زعما يبيعوا في الجمولات ويشروا في السلاح، دونك عندهم مصادر تمويل اخرى ومصادر تمويل قويه ياسر. ما عليناش، في الاخر امريكا لعبت الوراق اللي تحب عليهم. اليوم فرنسا عملت حاجه في تونس، رسمتها علماني واسلامي اللي عمرنا ما سمعنا بها قبل. ممكن تجي تحكي معاه يقول لك ليه وقبل بن علي وهو كان يحكم وهو كان كذا، مش هذا هو. كان جاي واحد اسلامي نجم حتى يصلي في قلبه. من الفكرة هذه والكلمات هذو ما طلعونا جدد. فرنسا قسمت البلاد، شنو هي باش تعمل امريكا؟ ترى
ما عادش باش تنجم تلعب ورقة القاعدة، بدل تجوز الاسم السلفي. السلفيين هذوما الأغبياء اللي طبعوا في الفتاوي متاع الشيوخ بول البعير والرضاعة الكبير. يعني باش تفهم انت واحد مستواه جاي يحكي لك على الرضاعة الكبير وبول البعير، باش تفهم مستواه. يعني ناس طلعت للقمرة ومش عارف شنية، والناس مازالت تطبع لي في شيخ البعير. دونك الناس هذوما استقطاب راه مش الغلطة منهم، هو غلطة مجتمع كامل. هي خاطر يستقطبوا شكون يستقطبوا؟ يستقطبوا من الأحياء الفقيرة السلفيين، من الأميين، من المهمشين. ما تلقاش ناس قارية باش تجي، خاطر يعرفوا إنسان منور بالعلم ما تنجمش تحكي له حكاية كيما هكا باش يصدقك. دونك هما بينهم يعرفوا شكون يستقطبوا، وشيء هذايا راهو مدروس مش هكاك باش تجي الحكاية. ما عليناش، إن شاء الله في الفيديو الجاي باش نعطيكم هذا تصور سي شكري بوشلاغم، هو بسمة الخرفاوي، سي بلعيد الكلب اللي باع تونس ودخلها في دوامة في سبيل يرضي أمه فرنسا. ما تعرفوا الامور هذه صعيبه ويلزمها شويه وقت باش نحضر ترتيباتي انا كيفاش باش نتصل مع المصدر نتاعي باش يوصلوا لي التصاور. هذه حكايه كبيره ياسر، ونحن باللي باش نكونوا زاد قويين، زاد ثم ناس اقوى منا وثم ناس تتبع في كل شيء. دونك تصاور ان شاء الله نحاولوا في اقرب الفرص ان نمدوكم بها ونخرجوا ما هالكذبة متاع الثورة والكذبة متاع الناس الكل اللي نفرش المجلس التأسيسي نقعد نضحك. سامحوني في الكلمة، سراح في المجلس، حتى آداب التخاطب ما يعرفوهش. مش يكتب لي أنا قانون بلادي صافي مالو كو، قالوا ثورة خرجته. ما خرجتش ثورة، ما صارتش ثورة. بن علي سي كمل مهمته، لما فليساته لما عائلته، وتوا في بنما سي بن علي 30 دقري في الشمس وقاعد تحت باليمي وعامل جو. اللي الناس كل تو تسخايبوا في السعودية كانت محطة ارتاح فيها وبعد مشي على روحه. كان جاء ثورة ما يهربش بن علي وما يهرب حتى من عائلته، لكن هذه كل شيء مرتبة. ان بلوس اي تيكال دو بن علي، وصلت للمهمة نتاعك صحيح، يرحم والديك. شنيا ناقصك؟ فلوسك هزهم، عائلتك هزهم، وخلينا البلاد تو نتصرفوا نحنا. وهذا اللي صار، وان شاء الله ما نطولش عليكم برشا، وفي القريب العاجل ان شاء الله باش نمدوكم به الفيديو هذا ونمدوكم بالتصاور ان شاء الله. بالسلامه.